لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. وإنه لو كان عدد البشر لا نهائي فالله عنده خطة جديدة متميزة لكل واحد عن المليارات اللي قبليه، لأنه الله هو لا نهائي وعنده مجد لا نهائي وعامل لكل واحد خطة ودور في مجده مميز عن كل البشر اللي بعد كده. الله ادالك هذا التميز بحسب القصد قاسما بمفرده لكل واحد كما يشاء. هو عنده قصد من نحوه. طبعا ملايين الملايين ومليارات الناس ما اكتشفتش القصد بتاع الله من نحوه، وما قدرتش تمد ايدها وتاخد المجد لله قصد يدهله. ولما ما نجحش ان يمد ايده وياخد المجد اللي الله ادهوله، ابتدى يدور روحه على مجد حاجه يزوق نفسه بيها. فبدل من ان يدرك القصد اللي بيقول عنه رسول بولس: الذي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح. فبدل ما يدرك القصد والمجد اللي هو داعي ليه، تاه في البحث عن حاجة يعملها بدراعه. وأنا عايز أقول لك، إذا كان الرب بيقول المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم، فإن نقطة البداية هي أن تتعرف وتكتشف القصد والمجد اللي الله اساسا دعيك ليه واللي لسه ما خدتوش لغايه دلوقتي. اول حاجه ان تدرك اولا ان كل الاشياء هي منه، انها هي منه اولا. اثنين، انها به، يعني هو واهب العطيه وبيه بتصير لك العطيه. انت عمال تعملها بدراعك، عشان كده بتفشل وبتتكسر ومش عارف تحقق وبتحبط. انت بادي غلط لانك ما ابتدتش منه. انت عايز مني اعمل ايه؟ بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. يبقى بعد ما يعلن القصد لابد ان ادرك ان تحقيقه هو به. ابتدي منه، ابتدي منه وشوف هو هيوجهك ازاي. اهو ده بقى يا جماعه اللي اسمه انك تحيا في دائره مجد الله او خارج دائره مجد الله، اللي هي كل الناس عايشه فيه، مؤمنين وغير مؤمنات كله عايش فيه. يعني الناس بتبقى مؤمنين او يجي الكنيسه ويسمع كلمه ربنا وامن امين، لكن حياته بيته عياله خارج مجد الله. يعني في جزئين، في جزء اسمه الله والصلاه والترانيم، ده ساعه الاجتماع وساعه ما يصلي الصبح اذا كان بيصلي الصبح، يعني وقت العباده الساعه بتاعت ربنا. والباقي ده بقى العقل والذهن والتدبير وهو وابليس. في انفصال بين الحياه مع الله وبالحياه العمليه. الحياه العمليه ليست داخل مجد الله. اختبر مجد الله في تسديد الاحتياجات. مش بيعمل معجزات؟ ما يعرفش يسد الاحتياجات؟ بدل ما تبقى كل العيشه كده نطلع من مشكله نخش في مشكله، ونطلع من مرض نخش في مرض، ومن ماساه نخش في ماساه، ومن حزن نخش في حزن. تبقى الحياه مخضعه لمجد الله. الله هو اللي بيقود المركب. ما تمدش ايدك للعالم ولا لابليس، لان العالم وابليس عشان تاخد من ايده لازم يدفعك الثمن غالي. قال اعطيك هذه جميعها، ويقدر يديها لك ويا مد ناس، بس في ثمن. ان خررت وسجدت لي، لو مديت ايدك للعالم هتدفع ثمن غالي قوي. ما تمدش ايدك غير له، خد من ايده. ده المضمون وده الصح وده اللي مش فاسد وده اللي هيخليك في الخطة وهيشبع احتياجك. الذي يشبع بالخير عمرك
وعارف انت محتاج ايه بالظبط هيديهولك، وعارف ازاي يعوضك. كده من النهارده تحول الى حياه المجد. اجعل حياتك وثمارها واعمالها وابعادها واحتياجاتها وامنياتها وظروفها وتطلعاتها وكل شيء فيها، بيتك واسرتك وعيالك وشغلك، اجعل كل شيء، حياتك الروحيه، غلبتك على الخطيه، حربك ضد ابليس، اجعل كل شيء في حياتك بجملتها من الالف الى الياء منه وبه وله، فتصير حياتك في دائرة مجد الله. اللي من إيده هو اللي هيبقى، الباقي كله هينتهي إلى لا شيء.